ما قلتليش ايه اكتر حاجه بتعجبك في وليد توفيق؟ هو دايما وليد الفنان بالبيت. مؤخرا ابتدى يكون يعني انه تقريبا اب، لانه فضي شوي صغيره من وقت للتاني. بالاول كان اول كم سنه كان على طول مسافر، يعني انا ربيت الولد تقريبا لوحدي، عرفتي في معي اختي كذا، هذا اتس اوكي. اي بس هو كان يسافر كثير. مره قعدنا حسبنا انا كنت قاعد في البيت 3 شهور في السنه. بس هقول لك، ولولا انك مطمئن انه البيت فهي هي الست والراجل في ايد امينه، انا قلت طبعا قلت يعني قلت ما كانش الموضوع طبعاً انا فعلا انا زودتها زياده يعني ما اعطيت حياتي صدقني يا اختي منى لا حتى لا اهلي، وكتير ساعات بعد بعيط ساعات بيني وبين نفسي انه كانت امي الله يرحمها، مش بس مع اولادي ومرتي حتى مع اهلي كنت هيك، لما اطلع اشوفها في طرابلس تقول لي يا ماما طيب خليك عندي شوي الا وحياتك، اول ما اخلص السفريه دي والعقد اللي انا ماشي فيه ده والفيلم هقعد معاكي اسبوع 10 ايام، وطبعا ما كنتش بقعد. هو مني طبعا مني بس نفسي مش قادر، ما اعرفش ليه شغله الخوف، في خوف وفي خوف بعترف في خوف. الفن مش سهل يا جماعه، والنجوميه مش سهله. صحيح. انك تفضلي 50 سنه واقفه كده عامله لاسمك وخايفه عليه مش سهل. زي البيبي اللي مربيتيه. انا بحكيلك، عم بحكي قدامها بعيوني، انا تعبت خلاص تعبت. يعني صعب جدا. الانسان ممكن يشوف الرحله بالشكل ده ودي حقيقه والحياه مشقه، بس كمان ساعات بيشوفها بالنتائج طبعاً. يعني والحمد لله انت حافظت على مكانتك وحافظت على اسرتك. الحمد لله انا كنت اجي مصر هنا، كنت انبسط لما اشوف زملائي وحبايبي اللي تعبوا كمان. محمود عبد العزيز الله يرحمه، الله اشتقت له كثير، لانه كنت اجي مصر دايما يعزمني هو وبوسي على العشاء. فاروق الفيشاوي الله يرحمه، فاروق الفيشاوي حبيبي، سمير غانم، دي الشله بتاعتي انا. دول شوفي دول اللي كانوا دايما حاضنيني، ودايما بليغ حمدي، في ناس كتير رحلوا بحياتنا بدري، ودول تعبوا كتير مش بسهوله قدروا يحافظوا على النجوميه بتاعتهم. يمكن ده احد اهم اسباب محبتك وقربك وشبه انتمائك لمصر، ان انت طبعاً. احبابك واصحابك شفت فيهم الوجه المصري العشري المحب الودود. حتى اللبنانيين لما بيشوفوني وبيحبوني، انت بيحبوك في مصر اكتر من عندنا، احنا نعتبرك واحد مننا. ما هو لانه طبعا على ذكر الاحباب، ما تقول لنا حاجه كده لمحمود عبد العزيز حبيبك واحنا بنتذكره بكل المحبه، حتى ولو حاجه خفيفه. هو غنى اغاني في افلامه كتير لطيفه جدا، يعني حفظ له حاجه كان تغنيها الشارع المصري كله يغنيها، اللي الكيمي كيميكا والكيمي كيميكو، الكيمي كيميكا والكيمي كيميكو، الكيمي كيميكا والكيمي كيميكو، الكيمي كيميكا والكيمي كيميكو. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.